لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليا إلا على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعدادا للموسم الرياضي الجديد. والهلال يقدم مستويات رائعة جدا تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث على المستوى القاري يتصدر الزعيم جدول ترتيب المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 9 نقاط. وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية عن اهتمام كبير من مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بالتعاقد مع 2 من أبرز نجوم فريق الشباب، وهما قلب الدفاع الدولي حسان التنبكتي، الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي. وأعلنت التقارير تجهيز الإدارة الهلالية عرضا مغريا لإقناع خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب بالاستغناء عن اللاعبين 2 في الميركاتو الصيفي القادم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. الشباب نجح في اليومين الماضيين في توقيع عقود استثمارية ضخمة قد تجعله غير مجبر على التخلي على لاعبين إلى الهلال مقابل المال، مثل ما حدث في صفقة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو. ولذلك اقترح قطاع من الجماهير الهلالية بإغراء البلطان بعدد من لاعبي الفريق غير المفيدين من أجل ضم التنبكتي والحربي، وعلى رأسهم صانع الألعاب البرازيلي ماتيوس بيريرا. وبيريرا البالغ من العمر 25 سنة انضم إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من صفوف ويست بروميتش الإنجليزي في أغلى صفقة بتاريخ المملكة وصلت إلى 91 مليون ريال. وعلى الرغم من صناعته 14 أسيست في 29 مباراة رسمية مع الهلال، إلا أن بيريرا يتلقى هجوما عنيفا من الجماهير خاصة مع ندرة أهدافه، حيث لم يهز شباك المنافسين سوى مرتين فقط. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل يستجيب بن نافل لآراء هذا القطاع الجماهيري ويستخدم بيريرا لحسم صفقتي التنبكتي والحربي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد. We'll be right back.